رسموا، أبدعوا وأهدوا قرية المعمورة جدارية كأول إرث ثقافي سنة 73، إرث كان بمناسبة إنشاء المعمورة كأول قرية اشتراكية بتاريخ الجزائر. 45 عاماً مرت ليلتقي رسامو هذه التحفة الفنية الموضوعة بمدرسة بوخدة عبد القادر، فكانت ردة الفعل. الفنان الجزائري دوني مارتيناز بتأثر كبير يحكي لنا تاريخ إنجاز هذه الجدارية مع 4 فنانين تشكيليين، منهم الراحل محمد خدة والمغترب عبد القادر زروقي والفنان محمد بن بغداد. محمد بن بغداد هو الآخر لم يستطع تمالك نفسه لحظة رؤية إرثه الثقافي، وبكل تأثر يقول: À l'époque nous avions lancé la politique Boubidine Allah yarhamou avait dit 1000 villages socialistes. Et nous, les artistes, peut-être nous avons dit 1000 musées socialistes alors, qui vont suivre. Et nous avons commencé, Bamoura a été un peu la première. Bamoura a été le premier village. Oui, on avait installé un petit musée. Et moi-même, j'avais ramené quelques peintures, mais je ne sais pas où elles sont, elles ont disparu. الجدارية التي تحمل معها تاريخ أول قرية اشتراكية وبعد دخول الجزائر دوامة الإرهاب كانت مستهدفة للتدمير لولا وقوف رجال القرية وعلى رأسهم السيد أحمد بوحمدي، رجل الدفاع الذاتي آنذاك ورئيس بلدية المعمورة حاليا. الحمد لله الفضل يرجع لله ويرجع للعمل الجماعي تاعنا كمقاومين للإرهاب اللي وقع في أول قرية ندار في سبتمبر 93 اللي كان عمل جماعي فضل أبناء القرية هذه ورجال القرية في إطار محاربة الإرهاب. والطريقة اللي حمينا بها اللوحة هذه كنا بدون ما نشعر الناس باللي عندها أهمية وباللي رانا نهربوا فيها من الإرهاب. والتاريخ بتاعك في الشتم هو التنقال من هذا القسم إلى المطعم الخارجي، ثم المطعم الخارجي رديناه للقسم لأن القسم هذا هو القسم الأصلي انتهى. جدارية المعمورة جزء من ذاكرة تحمل بألوانها تاريخ الثورة الزراعية الجزائرية، وتعكس معها صمود رجال القرى الذين دافعوا عن موروثهم الثقافي أيام العشرية السوداء.